بقى بذمتك مش الوقفه دي احلى مليون مره من المطاعم بتاعت نظريه الشوكه والمعلقه بتوديها لنا؟ اه انا نفسي افهم هي الطبقه اللي انت منها دي عايشه معانا في المحروسه؟ المحروسه دي اللي هي تبقى صاحبتك بتاعت القهوه؟ يا لهوي اهو ده عيب الاغنياء ما يهزروا. سيء. بالعكس حلو على فكره عجبني جدا والله. خير يا سيد الناس عايزني في ايه؟ صراحه كنت وحشاني وعايز اشوفك. بص يا ياسين انا مستجدعاك كملها معايا جدعانه بقى للاخر. انا المفروض دلوقتي ست على ذمه راجل. اي نعم راجل زباله بس برضه الكلام ده ما يصحش. اللي بيحترم بيحترم نفسه والمهزأ لقن على نفسه وعلى اللي منه. انت كبرت الموضوع كده ليه؟ انا اسف. ده خدينا في المحترم وفي المهزأ وفي اللي منه. خلاص يا ستي لو كنت وحشاني ولا عايز اشوفك تمام كده؟ حتى لو حاسس حاجه يعني. ما تعرفش قدام في ايه. والله انت اجدع واحد قابلته في حياتي. لا تالت اجدع واحد قابلته في حياتي. بعد سعيد ابو علب ونعم ابو علب. ماشي. ساره بعتلي قلب. ايوه بقى يا عم ياسين يا مدوبهم يا بتاع افيهات الاغنية. طالي بقى يا نعم. بقول لك يا سارة أنا كنت عايز منك حاجة كده بس يعني مش عارف أطلبها منك إزاي بس أنا عايز. أنت عايز مني فلوس يا صلاح؟ أنت عرفتي مني؟ عشان أنا لما كنت متجوزة جوازتي الأولى كنت كل ما بحب أخد فلوس من جوزي كنت بقطع الكلام زيك كده. في يا سارة وأنا بقلبك؟ أنا عاوز 250 ألف أديهم لمدحت عشان ما يبلغش عني. عايز اسكته يعني. ماشي يا صلاح هديهم لك بس يا ريت بقى نخلص من موضوع خالد الأشقر بسرعه عشان ترجعهم عشان دي هتبقى اول مره في حياتي اسلف حد فلوس.